بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في السيشن دي على الاكستنشنز، ازاي نقدر نعرف اكستنشن على جراند ستريم يو سي ام اي بي 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 اكس. طيب الاكستنشنز عندنا في البي بي اكسات بتاعت جراند ستريم هم نوعين اساسيين، يا اما بعرف سيب اكستنشن لو هعرف سيب ديفايس. يعني سيب ديفايس يعني ايه؟ يعني هعرف تليفون او اي بي، او هعرف سوفت فون سواء شغال على الكمبيوتر او شغال على الموبايل، او ممكن يكون الاكستنشن ده هيشتغل على عدة تليفون انالوج، عدة تليفون عادية خالص انالوج. طب هو ينفع السنترال اي بي يشغل عدة تليفون انالوج؟ في جراند ستريم ينفع نعمل الكلام ده. كل السنترالات جراند ستريم بيجي فيها بلت ان 2 بورتس اف اكس اس، دول ممكن اركب فيهم سلك واركب فيه من الناحية التانية تليفون انالوج، فهيشتغل الاكستنشن ده. في الداشبورد اللي حضراتكم شايفينها هنلاقي هنا في حاجة اسمها اف اكس اس، وفي بورت 1 وبورت 2 هما نوت كونفيجرد. فهندخل دلوقتي نشوف ازاي نقدر نعمل كونفيجر الاكستنشن هيشتغل على تليفون انالوج، او اكستنشن سيب هيشتغل على عدة تليفون اي بي سب، او على سوفت فون شغال على الكمبيوتر او على الموبايل. اللي احنا بنعمله ان احنا بنخش على اكستنشن ترانكس وبنختار اكستنشنز. دي مجموعة اكستنشنز موجودة معمول لها كونفيجريشن قبل كده. علشان نضيف اكستنشن بنقول له اد، بيفتح لنا الصفحة دي. الحقيقة في الاكستنشنز في الجراند ستريم بي بي اكسس الفيتشرز كتيرة جدا زي ما حضراتكم شايفين. احنا مش هنقدر نشرح كل ده في السيشن، ولكن على الاقل هنقول الحاجات المهمة اللي مفترض ان علشان نعمل اكستنشن تكون موجودة. اول حاجة ان انا بختار من هنا، هل هو سب اكستنشن ولا اي اي اكس اكستنشن ولا اس اف اف اكس اس اكستنشن. طيب خلينا ننسى اي اكس خالص وخلينا نتكلم عن السب اكستنشن او الاف اكس اكستنشن. السب اكستنشن هو زي ما قلنا اكستنشن هيشتغل على عدة تليفون اي بي، او على سوفت فون، على كمبيوتر، او على او على موبايل. الاف اكس اس ان ده اكستنشن هيشتغل على تليفون انالوج. طيب خلينا نكونفيجر الاف اكس اس اكستنشن على اساس ان احنا هنعمل اكستنشن هيشتغل على عدة تليفون انالوج. بنختار اف اكس اكستنشن، ولكن قبل ما نخش هنا خلينا نرجع على الداشبورد تاني ونشوف ان احنا هنا الاف اكس اس بورتس اللي موجودة الاتنين نوت كونفيجر والاتنين لونهم جراي مش شغالين. فخلينا نرجع تاني على extension trunk ونختار extension ونقول له add، وهنختار من هنا fxs extension. طيب هو مبدئيا هو عنده اتنين بورت، بورت 1 وبورت 2، fxs 1 وfxs 2. فمن هنا بيقدر بيسألك هو انت عايز تشغل الاكستنشن اللي انت هتعمله ده على انهي بورت فيهم، على بورت 1 ولا على بورت 2. فانا هقول له ان انا هشغله على بورت 1، وهقول له مثلا ان الاكستنشن ده على سبيل المثال رقمه 2000. جميل. ايه هنا ممكن نعمله تاني؟ هو في الغالب مش هنعمل حاجة هنا تانية غير شوية حاجات بسيطة، زي ان احنا هنكتب هنا مثلا انا اسمي تامر جلال، فهكتب هنا تامر جلال، ده اسم اليوزر اللي هيستخدم الاكستنشن ده. هكتب الايميل بتاعي تامر جلال at fiberme.net، ودي باسورد بتاعت كونسيومر يوزر. هو كل اكستنشن بعمل له كرييت، هو بيكرييت معاه حاجه اسمها كونسيومر يوزر. هنشوف بعد كده الكونسيومر يوزر ده بنستفاد منه بايه. وبعدين من هنا بنقدر نختار اللانجوج. هو الديفولت اللي بتبقى موجوده على الجهاز دايما اللغه الصينيه والانجليش، والديفولت لو سبتها ديفولت بيبقى الانجليش. طيب اللغة دي قيمتها ايه، او بنحتاجها في ايه، او ليه بنختارها من هنا؟ بنختارها علشان على سبيل المثال لو انا عندي في الشركة اللي انا بركب فيها البي بي اكس الجراند ستريم عندنا جنسيات مختلفة، والجنسيات مختلفة دول كل واحد ما بيعرفش يتكلم غير اللغة بتاعته، او على الاقل ما بيفضلش يتكلم غير اللغة بتاعته. فهفترض ان انا حد بفضل اتكلم انجليش، وفي حد معايا صيني في المكان بيتكلم صيني،
فلو الاكستنشن اللي انا بعمله ده لحد بيتكلم لغة صيني فبختار اللغة الصيني من هنا، وبناء عليه كل الرسائل المسجلة من جوه السنترال اللي هيسمعها الاكستنشن ده هيكلمه بالصيني. بمعنى ان انا لو جيت اسمع الفويس ميل بتاعي، لما بدوس على الرقم بتاع الفويس ميل عشان اسمع الفويس ميل، مفترض انه بيكلمني بالانجلش، يعني بيقول لي يو هاف وان نيو مسج، بريس 1 فور نيو مسجز، وابدا يمشي معايا خطواته بيرد عليا بالانجلش. لو انا محدد اللغه تشاينيز والاكستنشن ده هو اللي اتصل برقم الفويس ميل عشان يسمع الفويس ميل بتاعه، السنترال هيكلمه بالصيني مش هيكلمه بالانجلش. طيب هل هما اتنين لغتين بس، انجلش وتشاينيز؟ لا، هما اكتر من لغة، هما 14 لغة تقريبا بما فيهم اللغة العربية، ولكن هي مش نازلة في الديفولت. هنعرف بعد كده ازاي نقدر نضيف اللغة العربية على على السنترال. طيب ايه هنا مهم تاني؟ ده لو انا عايز اشغل فويس ميل، بسيب الفويس ميل بسيبه لوكال فويس ميل، ودي الباسورد بتاعت الفويس ميل. لو انا عايز الاكستنشن ده لما يجي يسمع الفويس ميل بتاعه، السنترال يسأله على باسورد قبل ما يسمعه الفويس ميل بتاعه، فدي باسورد بتاعت الفويس ميل، واقدر اغيرها طبعا لو عايز اغيرها. لو مش عايزه يسأله على الفويس ميل باسورد خالص بس يفضل عنده فويس ميل، بعلم على التشيك مارك دي فبيسكيب الفويس ميل فيريفيكيشن، ما يسألوش على الباسورد بتاعت الفويس ميل وهو بيسمع الفويس ميل بتاعه. اوكي، نقدر ندخل كمان هنا ونحط رقم الموبايل بتاع الشخص اللي هيستعمل الاكستنشن ده. هنقول قدام شوية رقم الموبايل لما بحطه هنا بستفاد بيه ايه، والايميل انا حطيته هنا برضو لما احط الايميل هنا انا هستفاد بيه ايه. طيب ده الجزء البيزك اللي احنا هناخده علشان نقدر نكريت الاكستنشن. في حاجة صغيرة كمان خلينا نقولها، احنا ممكن نروح على الميديا قبل ما نعمل سيف. في الميديا هنلاقي في حاجة ليها علاقة بالريكوردينج، ان احنا نقدر نسجل المكالمات بتاعت الاكستنشن ده. هي مش في الريكوردينج، انا اسف، هي في الفيتشرز غالبا. في الفيتشرز هننزل تحت في حاجة اسمها اوتو ريكورد. اوتو ريكورد لما بعلم عليها ده معناه ان كل المكالمات اللي هيعملها الاكستنشن ده هتتسجل، المكالمات الداخلية والخارجية والمكالمات اللي هو هيعملها واللي هو هيستقبلها. يعني لو كلم اكستنشن في مكتب تاني المكالمة هتسجل، لو استقبل مكالمة من اكستنشن تاني هتتسجل، ايوه، لو عمل مكالمة خارجية او استقبل مكالمة خارجية هتتسجل. ده معناه ان كل المكالمات اللي هتخرج وتدخل على الاكستنشن ده هي متسجلة. بخلص اللي احنا عملناه ده، ده طبعا اختياري، لو مش عايزين نسجل ما بنسجلش للاكستنشن ده، وبدوس سيف. مفترض ان انا بقى عندي هو اكستنشن رقم 2000، المستخدم بتاعه اسمه تامر جلال. طب لو رجعت على الداشبورد تاني، احنا محتاجين نعمل ابلاي تشينجز بعد ما نخلص. وانس ان احنا عملنا ابلاي تشينجز، بقى الاف اكس اس بورت رقم 1 اشتغل ومنور. ده معناه ان هو جاهز لو ركب فيه تليفون هيشغل له الاكستنشن اللي احنا عملنا له كونفيجريشن عليه اللي هو الاكستنشن رقم 2000. طيب ده بالنسبه للاكستنشن الاف اكس اس. طيب لو عايزين نعمل اكستنشن سب، اللي بيحصل تقريبا هي نفس الخطوات بالظبط، بنروح على الاكستنشنز ونقول له اد، بس بدل ما بنختار اف اكس اس بنختار سب اكستنشن، وبنختار مثلا على سبيل المثال ده الاكستنشن هيبقى 1100 على سبيل المثال. دي الباسورد بتاعت الاكستنشن، هو بيجنريت كومبلكس باسورد، واحنا بنسيبها زي ما هي هنا لان احنا في الاغلب ما بنحتاجهاش وما بنكتبهاش. هنعرف بعد كده التليفونات على السيستم من غير ما نكتب الباسورد، فاحنا بنسيب الباسورد كومبلكسي كنوع من انواع السكيورتي. وزي ما احنا قلنا الفويس ميل موجود اهو، الفويس ميل باسورد موجوده، ولو عايز الغي الفويس ميل باسورد بعلم برضو على انه يسكيب الفويس ميل باسورد فيريفيكيشن. وبعدين بنزل تحت
وبكتب طبعا اسم اليوزر برضو، اسم اليوزر هنا الفيرست نيم واللاست نيم، وبكتب الايميل ادريس بتاعه وبكتب الموبايل نمبر بتاعه. بس هنا في الساب اكستنشن بلاقي حاجه كمان اسمها كونكرنت ريجستريشن. ايه الكونكرنت ريجستريشن دي؟ دي حاجه بتسمح لي ان انا اقدر اشغل الاكستنشن الواحد على اكتر من تليفون. بمعنى ان انا ممكن يبقى الاكستنشن اللي انا بعمله اللي هو رقمه 1100 هشغله على تليفون اي بي محطوط على مكتبي، وفي نفس الوقت عايز اشغل الاكستنشن ده على سمارت فون، على الموبايل، بنزل الابليكيشن سوفت فون على الموبايل وعايزه يشتغل على الموبايل كمان. فده معناه ان انا هشغل اكستنشن واحد على اكتر من ديفايس، على 2 ديفايس، على تليفون المكتب وعلى الموبايل في نفس الوقت. فلو انا هعمل الحركة دي لازم من هنا اكتب له عدد الديفايسز اللي انا هعمل بيها ريجستريشن للاكستنشن ده. لو هعمله على تليفون المكتب وعلى الموبايل لازم اغيرها هنا اخليها 2. طب لو هعمله على تليفون المكتب والموبايل والكمبيوتر بخليها 3. اوكي، الديفولت بتاعتها واحدة بس لان هو بيعتبر ان الاكستنشن هيشتغل على ديفايس واحد بس. طيب ايه الماكسيمم نمبر اللي انا ممكن احطه هنا علشان اقدر اشغل كم عدد من الديفايسز على نفس الاكستنشن؟ الماكسيمم هو 10. نقدر نشغل الاكستنشن الواحد على لحد 10 اند بوينت او 10 اجهزة او 10 ديفايسز في نفس الوقت. طيب لو انا خليتها 10 وحد اتصل بالاكستنشن ده، هل ال10 هيرنوا مع بعض؟ اه ال10 هيرنوا مع بعض، ولو حد لو اي ديفايس منهم خد المكالمة خلاص باقي الديفايسز بتسكت. وده طبعا ملوش علاقة خالص بان حد تاني ممكن يرفع السماعة فيسمع المكالمة اللي هي شغالة، لا طبعا طبعا ده ما بيحصلش. بالعكس ده اي حد من باقي الديفايسز اللي ما استقبلتش المكالمة ممكن ترفع سماعة التليفون وتعمل مكالمة خلال ما المكالمة التانية شغالة. هل ده معناه ان ال10 ممكن يعملوا 10 مكالمات في نفس الوقت من ال10 ديفايسز؟ دي حقيقة ممكن يعملوا 10 ديفايسز، 10 مكالمات من 10 ديفايسز من نفس الاكستنشنز في نفس الوقت. وطبعا زي ما احنا قلنا هنروح على الفيتشرز وننزل تحت عند الاوتو ريكورد لو احنا عايزين نسجل المكالمات اللي داخلة واللي خارجة من الاكستنشن ده. دي البيزك سيتنجز او البيزك كونفيجريشن اللي المفروض نعملها على مستوى الاكستنشنز لو احنا هنعرف اكستنشنز. طبعا في فيتشرز كتيرة قوي لاحقا ان شاء الله هنتكلم فيها، ولكن دي الحاجات الاساسية اللي بنحتاج نعملها او نحتاج نعرفها علشان نكرييت اكستنشن سواء كان ساب اكستنشن او اف اكس اكستنشن. نكمل ان شاء الله في سيشنز تانية بعد كده في فيتشرز تانية نقدر نتكلم فيها ونشوف بتتعمل ازاي. شكرا.